إن شاء الله. خلينا نروح برضو احنا لسه في اخبار الجبليه النهارده. اتحاد الكوره تلقى خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم، الكلام ده كان من كام يوم علشان يحددوا يوم 31 اغسطس اللي فات للتنبيه على ضروره اقامه انتخابات الجبليه، اقامه انتخابات الجبليه لاختيار مجلس اداره منتخب قبل 30 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. الخطاب ده كان فيه ايه؟ كان فيه تحذير بتوقيع عقوبات على اتحاد الكوره في حال ان يكون في تاخر من قبل اللجنه الخماسيه على انهاء الملفات المطلوبه منهم قبل ما نهايه فترتهم في 30 يونيو تنتهي. وكان الاتحاد الدولي نوفمبر، وكان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن او كلف اللجنه الخماسيه دي يعني بكذا حاجه، كان منها ايه؟ منها اعداد لائحه جديده، التجهيز لانتخابات انتخابات اتحاد الكوره، ايضا تقليص عدد الجمعيه العموميه. كل ده ما تم يعني لم يحسم بعد، لم يتم الانتهاء منه لحد دلوقتي. نصر رساله كمان تحذيريه جه يمكن طبقا للي ورد فيه انه بتحذر من انه الفشل في اتمام هذه المهمه هيكون نتيجته رفع الموضوع للجان المعنيه في الاتحاد الدولي لكره القدم علشان هي اللي تاخد الخطوات العقبيه اللي بعد كده. كتبت في الاخر نشكركم لتعاونكم في العمليه الحاليه وننتظر ردكم العاجل، ردكم العاجل الموجه لنا. ده طبعا يعني من ضمن الملفات اللي كانت المفروض بيان رسمي. اعتقد كانت اللجنه الخماسيه كان ضروري جدا جدا هذه الملفات المهمه، لانك انت جاي في مهمه خاصه جدا والمهمه فيها تارجت، التارجت او اهداف لازم تحقق اهدافك. الله يكون في عونهم في بعض الظروف والدوري وموضوع الجدول الدوري والبار وكل دي مشاكل فرعيه، الاتحاد الدولي ما بيبصش للكلام ده، الاتحاد الدولي عندك مهمه محدده وهو جدد لك الثقه او جدد طبعا توليك المسؤوليه لغايه اخر نوفمبر، وبالتالي كان لازم الملفات دي تنتهي باقصى سرعه علشان يكون في مجلس اتحاد منتخب او اعلان لانتخابات قائمه قبل يوم 30 نوفمبر، فده كمان بيحط لود اكتر وبيحط مسؤوليه اكتر على اللجنه الخماسيه. بنقول الله يكون في عونهم، لكن الموضوع محتاج شغل اكتر، الموضوع محتاج تركيز اكتر. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله نشوف لائحه جديده، نشوف استعداد جدي لانتخابات اتحاد الكره القادمه، وزي ما احنا شفنا في التقرير ان 30 نوفمبر هو الحد الاقصى للجنه الخماسيه قبل ما يرفع الامر للجهات العليا الاتحاد الدولي طبعا، الا مش ناقصين عقوبات، يعني الموضوع مش ناقص عقوبات، فان شاء الله يعني الامور تمر بسلام.